صباح الهنا والجمال عليكم، صباح الابتسامه، صباح التفاؤل، صباح حسن الظن بالله. ان شاء الله يومنا النهارده باذن الله يكون مليان خير وبركه باذن الرحمن. النهارده بنكمل شهر طلباتكم اوامر. طلباتكم اوامر ده كان طلب منكم كتير قوي، جالي على الرسائل الصفحه وجالي في الكومنتات ان هم عايزين، اللي كان بيطلب زيتون، واللي كان بيطلب ليمون المخلل، واللي كان بيطلب مخلل القرنبيط، واللي كان بيطلب مخلل الجزر. انا جمعت كل الكومنتات دي كلها وهنعمل حلقه واحده للمخلل نجمع فيها وصفات المخلل كلها. عندي النهارده ما شاء الله عندي 7 انواع مخلل. طبعا في الاساس اللي هو اللي احنا بنحبه ما بيخلاش بيت مصري منه، اللي هو مخلل الليفت، بس طبعا ده مش الموسم بتاعه، بس اوعدكم ان شاء الله لما يطلع الليفت هنعمله مع بعض. عندي ايه النهارده؟ هنعمل ان شاء الله نخلل مع بعض زيتون، وهنخلل ليمون وجزر وخيار، وهنخلل كمان القرنبيط، بس هنعمله بنكهتين. يعني ايه نكهتين؟ زي ما بنجيبه كده في من محلات الترشي بنلاقي الوان معينه. طب الالوان دي طبيعيه مش طبيعيه؟ احنا النهارده هنعملها بطريقه طبيعيه عشان تبقى صحيه اكتر ان شاء الله. الشكل مبهج عجبني. ما شاء الله، يعني الخير دايما كله عندكم، دايما عامل بحسكم يا رب. عندنا النهارده كام تكايه كده او كام سر من اسرار المخلل اللي لازم بيهم نظبط المخلل بتاعنا، سواء عاملين اي نوع مخلل لازم التكايه او لازم الخطوه دي تتعمل علشان يطلع معانا على الشعره، يطلع معانا مظبوط. هنشوف هما ايه النهارده وهنتكلم عنه. هبدا بايه؟ هبدا بمخلل البصل السريع. وده بالاخص جالي كومنت من حد عزيز عليا قوي، فلازم النهارده ان احنا كنا نعمل مخلل البصل وهنعمل مخلل القرنبيط. هبدا بيهم هما الاثنين ليه؟ لان دول الاثنين اللي لازم هيتحطوا في ميه سخنه يتنقعوا شويه. البصل السريع هديله غلوه على النار، والقرنبيط هنقعه في ميه سخنه لكن مش هسلقه، هنقعه في ميه سخنه لكن مش هسلقه. فهم دول اللي هبدا بيهم ان شاء الله. نبدا بمخلل البصل السريع، مقاديره تنزل معانا على الشاشه ونشوف هنعمل ايه مع بعض. مقاديرنا بتقول ايه؟ معايا كيلو بصل صغير، المج المعياري، خلاص اهو لقيته. مقاديري بتقول ان انا معايا ايه؟ كيلو بصل صغير اللي هو القورمة الصغير خالص دوت، متقشر وزي الفل بالشكل ده كده ومغسول ومتصفي. معايا ايه تاني؟ هستخدم له جزر، ومعايا فلفل احمر مفروم، ربع كيلو جزر مكعبات، وعصير ليمون وخل، ربع كوبايه سكر، ورق لورا، وعود قرفه، قرنفل، وزيت سندباد طبعا اساس حلقتنا النهارده، ومعلقتين كبار ملح. بصوا كده انا بعمل ايه. هتشوفوا ان انا عامله حلتين ميه على النار غليوا وسبتهم يبردوا. هاجي دلوقتي للبصل، قلت لكم البصل هياخد معايا غلوه او غلوتين او لمده 10 دقايق. ليه؟ انا عايزاه سريع، يعني في خلال 3 4 5 ايام كده نكون واكلين مخلي البصل، واحلى واطعم مخلي البصل معانا. عايزينه طبعا ان هو ياخد وقت شهر او 45 يوم، هنعمله زي ما هو سليم ما نحطش عليه ميه سخنه خالص. بعمل ايه دلوقتي؟ انا حاطه حله على النار، هحط فيها ايه؟ معايا كنزه كده، نحط ايه في ميه البصل. نجيب معلقه، هنحط ايه؟ معايا كنزه، هنحط ورق لورا، ورقتين ثلاثه كده لورا، وهنحط عودين قرفه خشب بالشكل ده. كل ده لسه بنحطه في الميه اللي هنسلق فيها البصل، وهنحط عودين قرنفل او مسمار علشان البلاد العربيه حبايبنا بالشكل ده كده. هنحط ايه تاني يا قرفه يا كنزه؟ هنحط ايه تاني يا كنزه؟ طيب عصير الليمون مش هنحطه دلوقتي، بس فيه سكر، ربع كوبايه سكر، حوالي 4 معالق او 3 معالق. ليه حاطه السكر؟ اولا الميه اللي انا بغلي فيها البصل ده اللي فيها اللورا والقرفه والقرنفل والسكر ده علشان يضيع ريحه البصل. في اوقات كتير قوي لما بنيجي نجيب بطرمان مخلل البصل من بره، او نجيب المخلل بتاع البصل من عند الترشاجي، في ريحه كده مش حلوه. الريحه دي احنا بنضيعها بالمعطرات او المنكهات اللي احنا بنحطها ديت. السكر عشان تبقى البصلايه مسكره معايا، ما تبقاش حاده. انا مش عايزه البصل ان انا اكله يحرق لي بقي، لا انا عايزه اكل بصل مخلل في تسكيره. التسكيره دي هتجيلنا من السكر اللي احنا حطيناه. وهحط كمان 3 معالق ملح. انا دلوقتي عايزه اظبط الملح بتاعي، اعمل ايه؟ كان في حاجه زمان كده ست الله يرحمها وامي ربنا يديها الصحه يا رب، كانوا بيعملوها وكنت بستغربها، ما كنتش فاهماها ساعتها، ان هي كانوا بيستخدموا البضايه في اختبار الملوحه بتاعه الميه. يعني ايه اختبار ملوحه الميه؟ يعني نشوف الميه ديت الملح بتاعها بتاع المخلل مظبوط ولا مش مظبوط. كانت بتعمل ايه؟ كانت بتجيب بضايه من الثلاجه عاديه خالص نيه، وكانت بتحط الملح في الميه وتبدا تحط فيها البضايه. لو البضايه
طافت على وش الميه يبقى الملح بتاعها مظبوط. سبحان الله، هم ليهم كده افكار وليهم حاجات، وفعلا تدوق الميه تلاقيها مظبوطه. لو البضايه طافت غطست في الارضيه تعرف ان الميه لسه عايزه ملح، وفعلا تدوقها تلاقيها لسه دلعه. فسبحان الله، هم كان ليهم كده حاجات بيعملوها احنا ما ينفعش حتى نفهمها ايه هي عباره عن ايه. انا دلوقتي حطيت 3 4 معالق ملح في الميه، واروح حاطه البضايه بالشكل ده. بصوا البضايه نزلت في قاع الميه، معنى كده ان الميه بتاعتي لسه الملح بتاعها مش مظبوط، معنى كده ان البدايه الميه بتاعتي عايزه ملح زياده. بسم الله كده، واقلب علشان اشوف. اهي نشيل البدايه تاني كده اهي، والعمله اللي بعملها دي او الحركه اللي بعملها دي او الخطوه اللي هي بتاعت اختبار ملوحه الميه هعملها في باقي الميه علشان تبقى عندي الميه جاهزه ان انا احطها على المخلل على طول. معلقه كمان. صباح الفل يا ام ملك. الو ام ملك، حاولي تكلميني مره تانية يا حبيبتي. بصوا ادي البضايه لسه برضو نازله في القاع، ما طفتش على الوش. طول ما هي لسه في القاع بتاع الحل او بقاع البوله اللي احنا بنعمل فيها، معنى كده ان هي لسه الميه ما ظبطتش الملح بتاعها بالظبط كده. سمير معايا بيقول لي هي طفت عن الاول، هي فعلا طلعت شويه عن الاول، معنى كده ان هي قربت تظبط الملح بتاعها. نقلب كده واروح حاطه البضايه. بسم الله، بصوا بدات تتحرك. الاول كانت في الارضيه، ولو دقنا الميه دلوقتي بالملح بتاعها هنعرف اذا كانت فعلا هي البضايه بتاعتنا مظبوطه ولا لا، او الحركه اللي احنا بنعملها مظبوطه ولا لا. بالشكل ده كده ادوب الملح خالص وابدا ان انا احط كده. بصوا امسكها لك ازاي. بصوا كده، بسم الله مظبوطه، مش محتاجة حاجة زيادة تانية. هروح شايلة البضاية عشان اختبرها في باقي المية بالشكل ده. ودلوقتي المية هي على النار، هروح حاطة فيها البصل بتاعنا لمدة 10 دقايق. ده البصل اللي احنا بنعمله البصل السريع، لكن اللي احنا عايزينه ان هو يقعد 45 يوم ما بنحتاجش ان احنا نديله غلوة على النار. وهغطي الحلة بتاعتنا كده وهسيبه يغلي. حطيت فيه ايه؟ حطيت سكر وحطيت ملح وحطيت لورا وقرنفل وقرفه، ما حطيتش اي حاجه تانية، ودوبت الملح وظبطت الملح بتاعه وهسيبه يغلي فيه 10 دقائق. وبعد كده هنشوف هنزود عليه ايه؟ هنحط فيه ايه؟ جزر مكعبات علشان يبقى زي البصل اللي احنا بنجيبه من بره، وهنحط كمان جزر مبشور. ولسه لما نيجي نكون البصلوان بتاعنا هنشوف هنعمله ازاي. اجي دلوقتي للقرنبيط. القرنبيط مش هيتسلق على النار، امال هيتعمل فيه ايه؟ هيتحط عليه ميه سخنه وهيتساب، منها ان هو يطلع لي الروايح اللي في القرنبيط، ومنها حاجه تانية ان هو يطري لي القرنبيطايه، لكن انا مش عايزه اسلقها. بسم الله الرحمن الرحيم، من غير ملح ومن غير اي حاجه اهو كده. وهسيبها فيه حوالي نص ساعه. هسيب القرنبيط في الميه المغليه حوالي نص ساعه، يطلع الروايح ويطلع الغازات ويطلع اي حاجه مش حلوه في القرنبيطه، وفي نفس الوقت يديها تطريه بسيطه علشان برضو نلحق ان احنا ناكلها ما تبقاش تقعد معانا وقت كتير. هركنه على جنب، ولما نيجي نكون القرنبيط بتاعنا او نعمل البطرمان المخلل بتاعنا هنشوف هنحط عليه ايه. كده البصل على النار، القرنبيط بتاعنا منقوع في ميه سخنه. عندي ايه تاني؟ هبدا بالليمون المعصفر. في طريقتين للليمون. اول طريقه ان احنا نقطعه 4 بس ما يفكش بالشكل ده كده اهي، ونديله سلقه كده باينه معاك اكتر اهو، متقطع 4 لكن مش مفصول لاخره، مش واصله للاخر، يا دوب كده اهو. في طريقتين للليمون، يا اما بنسلقه وبعدين ناخد الميه بتاعت السلق بتاعته اللي هي نزل منها نزل فيها طبعا عصير ليمون نستخدمها في التخليل، يا اما نعمله ني، وده اللي انا هعمله النهارده. هنفتح عليه بعد ايه؟ هنفتح عليه بعد 45 يوم. عايزين ان هو مسلوق ونفتح عليه بعد 15 يوم او 25 يوم زي ما حضرتك عايزه. لو هنعمله مسلوق هناخد الميه اللي هيتسلق فيها عشان الليمون اللي هينزل العصاره بتاعته هنتبل بيها، وهنشوف هنتبل بايه وهنحط ايه، وهنشوف الليمون المعصفر دلوقتي هنعمله ازاي.
مقاديري هتنزل على الشاشة وهنشوف مع بعض مقاديرنا بتقول ايه. عندي 2 كيلو ليمون، يعني يفضل الحجم اللي هو يكون كبير او وسط، ما يبقاش الصغير عشان تبان الليمونية معايا لما تتخلي. معايا نص كيلو فلفل حامي اخضر اللي هو البلدي بتاعنا، يا دوب مغسول ومتشال على العنقود بتاعه ومفتوح مشقوق من النص. معايا جزر مبشور، كوباية عصير ليمون، ومعايا طبعا زيت سندباد، حبة البركة وعصفر وشطة وملح. دي الخلطة بتاعتي. تاني عشان ما قدرنا عشان نقول احنا هنعمل ايه. وطبعا انا عندي قبل اي حاجة، بصوا كده الليمون اللي انا عصرته، معايا القشر بتاعه دوت اللي هستخدمه كايه، هستخدمه كغطا عشان اقفل بيه البطرمانات بتاعتي عشان ولا يدخلها هواء ولا يدخلها رطوبة علشان المخلل بتاعي ما يعفنش، وهنشوف هنعمله مع بعض ازاي. دلوقتي هحضر الاول الخلطة، الخلطة اللي هي ايه، اللي هي الليمون بالعصفر، وهنوريكم انا قطعت الليمون ازاي. بسم الله الرحمن الرحيم. ادي 4-5 معالق كده ملح كبير بالشكل ده، هحط عليهم بخمسة جنيه عصفر اهو، على 2 كيلو بخمسة جنيه عصفر، مش هعايره بالمعلقه، هتشتريه من عند العطار على طول. وهنجيب منه كمان بخمسة جنيه حبه البركه بالشكل ده كده، واروح حاطه شطه، ادي ملح وعصفر وحبه البركه وشط. صباح الفل يا كريمه. فل يا عسل. صباح الهنا. انا بقى اعمل معاكي ايه بقى، انا زعلانه منك. ليه بس قولي لي؟ لو اني ما اقدرش ازعل منك. ما تحرمش منك، قولي لي بس ما اقدرش على زعلك. ما عملتليش البسيمه ليه؟ انا عملت الهريسه، البسيمه ان شاء الله يوم الخميس مش بكره. بقى وانا استنيت الحد زي ما قلتي لي. حقك عليا. والاثنين. طب ما فرصة عشان أنا عايزة أسأل سؤال، أنت بتتابعي البرنامج ولا ما بتتابعهوش؟ والله بتابعه، وأنت عارفة ساعة ما وقعت البتاع الحلة على إيدك، والله اتصلت بيكي كذا مرة لحد البرنامج خالص. ما تحرمش منك يا حبيبتي شرب. واتصلت بيكي على الموبايل والله ما رديتش. ما تحرمش منك، تسلمي لي، حقك عليا معلش. بصي حبيبتي عندي ليا. عندك الخير كله يا رب. محطوطه في الفريزر دي يعني تخسر ولا ايه؟ لا ما تخسرش، ادام ما فكتش وما عملتش ريحه وما زرقتش ولا اخضرت يبقى هي زي الفل. طيب. يبقى هي زي الفل ما فيهاش اي حاجه. طيب ماشي ماشي. ويوم تنسينا حبيبتي. لا يا حبيبتي ما اقدرش والله، يوم الخميس مش بتاع بكره، يوم الخميس الجاي ان شاء الله هتلاقي احلى بسيمه معموله. الله يكرمك. تسلمي لي حبيبتي، نورتيني حبيبتي. نورتيني يا حبيبتي. مع الف سلامه. مع الف سلامه وفي حفظ الله، مع السلامه. طيب ثانيه واحده بس نعمل اوريهم انا هعمل ايه علشان اما نطلع فاصل يبقى احنا بنشتغل في حاجه. بصوا كده الليمون انا قلت متقطع التقطيعه دي اللي هي 4/4 لكن مش مفصوله. حطيت هنا ايه؟ حطيت ملح وحطيت عصفر وحطيت حبه البركه وشطه. بقت الخلطه عندنا بالشكل ده. هعمل ايه في الفاصل؟ هعمل كده واروح حاشيه بالشكل ده كده. بحشي الاربع الجوانب بتوع الليمون. انا كده عاملاه كله ني مش سلقاه. علشان هياخد معايا ان شاء الله في التسويه حوالي 45 يوم. عايزه اسلقه واشيله مسلوق نص سلقه واستخدم العصير اللي هينزل منه في ميه السلق هي للتخليل، ما فيهاش اي مشكله زي ما انتوا عايزين. دي موجوده ودي موجوده. هحشي كل الليمون بتاعي كده بالخلطه اللي هي عباره عن عصفر وحبه البركه وشطه وملح، اكتر من كده مش عايزه. هعمل فيه ايه تاني لما ترجعوا لي ان شاء الله بعد الفاصل، اكون حشيت كميه الليمون بتاعتنا ونشوف هنزود عليه ايه ونشوف هنظبط الميه بتاعته ازاي والفلفل هنحطه رقات ازاي، بس بعد ما نشوف المعلومه ونطلع فاصل وترجعوا لي ان شاء الله نكمل حلقتنا. عملت ايه في الفاصل؟ ظبطت الملح بتاع المايه بتاعتنا اللي قافلين عليها وسايبينها، وحاجه كمان عملت الليمون بتاعنا حشيته بالعصفر والشطه. بص هنقطعه ازاي. الليمونه عندي اهي بالطول اهي، تمام، هنروح عاملينها كده، ما نوصلش التقطيع للاخر. كده طبعا غسلينه ومصفينه، مجرد ما يتعمل كده راح ايه
حاشيه بالعصفر والشطه وحبه البركه، واخلص الكميه كلها. نقطع واحده تانيه اهي، نقطع بالطول مش بالعرض، ما نوصلش التقطيع للاخر بالشكل ده كده، ونحشي على طول من جميع الجوانب كده عشان تطلع شكل الليمونه حلو والتسويه تبقى متوزعه. لا لا، والليمونه كمان التسويه تبقى متوزعه كده. حطينا العصفر بتاعنا والليمون حشيناه كله. عندي ايه دلوقتي؟ المفروض ان انا عايزه كوبايه زيت سندباد ومعاها كوبايه عصير ليمون والميه بتاعتنا. البطرمان بتاعنا نضيفه كويس، يفضل لسه هقول يا ريس والله حبيبي، يفضل ان البطرمان اللي نستخدمه في المخلل يكون ازاز. في ناس كتير بتستعمل البلاستيك، ما فيهاش اي مشكله، بس الازاز بيحفظ اكتر، دي حاجه. تاني حاجه، لو احنا خللنا المخلل في بطرمان الازاز وخلص البطرمان هنصبنه، ممكن نخلل فيه اي نوع تاني، لكن المخلل، لكن البطرمانات البلاستيك لما بنخلل فيها حاجه البلاستيك بيشد الروائح، بيحتفظ بيها، ما بيسيبهاش بسهوله. فعلشان كده البطرمان البلاستيك اللي هنجيبه نخلل فيه مره خلاص مش هنخلل فيه تاني. اللون البلاستيك نفسه بيتغير، ريحه البلاستيك نفسه بتتغير، فيفضل التخليل في البطرمانات الازاز احسن من التخليل في البطرمانات البلاستيك. عندي البطرمان بتاعي مغسول ومتعقم جديد، برضو هغسله واعقمه. ازاي؟ ميه فيها ملح، ميه فيها خل، واروح مسقطه فيها البطرمان شويه حوالي 10 دقائق كده، واروح ماسكاه مصفياه واسيبه في الهواء. ما احطش فيه ولا منديل كلينكس ولا منديل مطبخ ولا فوطه ولا اي حاجه، هو من الهواء هتنشف الميه اللي فيه، ما مديش فيه اي حاجه تاني علشان ما اقدرش ما احطلوش ما نقولوش اي ايه حاجه تانيه واسيبه متعقم زي ما هو. عندي البطرمان نضيف وزي الفل اهو. هعمل ايه دلوقتي؟ عندي الفلفل الاخضر بتاعنا، سواء بقى البلد الصغير الكبير ايا كان، نعمل كده الكبير دوت، ممكن اقسمه اتنين كده اهو، واحط في الارضيه. لو هو الفلفل عندي كبير هقسمه اتنين، مش كبير وصغير كده، اروح حاطاه زي ما هو في الارضيه من غير ما اقطعه بالشكل ده كده. ادي طبقه فلفل في ارضيه البطرمان، هحط عليها ايه؟ هروح رصه كده ليمون. صباح الفل يا كريمه. ايوه صباح الفل. صباح الهنا. عامله ايه يا حبيبتي؟ الحمد لله بخير، طول ما انت بخير حبيبتي تسلمي لي. طبعا انا بجد النهارده اول مره اكلمك يا حبيبتي، على دماغي من فوق، قلت لازم اني اكلمك علشان اشكرك. كريمه اسكندريه ديت. كل سنه وانت طيبه يا حبيبتي، ربنا يبارك فيكي يا رب. تسلمي. انا يعني مش عارفه اشكرك ازاي يا حبيبتي، يعني في الشكر. انت يا نونا يعني بجد يعني اخت وصاحبه، ربنا يبارك لك من القلب. بصرف النظر عن موضوع بقى البرامج او الشو الاعلاني، لا انت بجد كده، ربنا يخليكي. او جوه الشاشه تسلمي لي حبيبتي، انا بحييكي. تسلمي لي، ده بس من ذوقك والله. دايما كده مبدعه ومنورانا، وببعت طبعا تحيه لكل حبايبنا وكل الناس اللي بجد يعني من قلبهم بيحبوا وقلبهم صافي زيك. ربنا يبارك لك يا رب. طبعا هما بشرى وميرفتا وفرح وامي، كل الناس، ربنا كل يبارك الناس بجد، بقول لهم ربنا يخليكم. تسلمي. ودايما كده قناه بانوراما مجمعه كل الحبايب يا رب. اللهم امين. طبعا تحيه كبيره لكل اداره بانوراما، تسلمي لنا، وكل العاملين عليها فرد فرد من كبير لكبير، لان كلكم ما شاء الله عليكم. تسلمي لنا، ربنا يخليك يا حبيبتي، نورتيني باتصالك، وربنا يطمنك على يوسف يا رب ويخليه لك. وبجد كلامك اللي قلتيه ده على دماغنا من فوق. تسلمي لي حبيبتي، تسلمي لي ذوقك يا رب. تسلمي لي، ربنا يخليكي يا رب. تسلمي لي حبيبتي، ربنا يجعل يومك كله خير وبركه ان شاء الله، مع الف سلام. بصوا انا بكلم حبيبتنا كريمه، عملنا ايه؟ حطيت في الارضيه رق فلفل حامي اللي هو البلدي، او لو اللي هو الكبير شويه، بقطعه على اتنين. رحت حاطه جزء من الليمون المعصفر بتاعنا، ورحت حاطه شويه جزر مبشور، ورحت حاطه شويه فلفل كمان، ورحت حاطه رق تاني من الليمون اهو. عايزه اديله براح، ما بقاش ان انا كاتمه البطرمان كله وضغطاه. بصوا انا حطيت هو ورق واحد اهو مرصوص جنب بعضه علشان ياخد براحه في التخليل. وادي شويه جزر مبشور، وادي الفلفل صغير، ماشي مش صغير، بنروح قاسمينه على اتنين بالشكل ده كده. صباح الفل يا زهره. صباح النور. صباح الهنا. صباح الهنا والجمال على عيونك حبيبتي. كله صباح الجمال، صباح كل حاجه حلوه. ربنا يبارك في عمرك، تسلمي لي يا رب. عامله ايه يا عسوله انت؟ انا بخير طول ما انتوا بخير. بحس ان انت اختي كده، بحس ان انت اختي يا حبيبتي، بكل حاجه حلوه. ده شرف ليا اقسم بالله، تسلمي لي يا رب. والله يا نونا الله يخليكي حبيبتي، بس طالبه منك طلب. 10 طلبات مش طلب واحد.
الله يخليك يا نونا. انا عايزه اخلي الخيار، اعمل ايه؟ هتشوفي كل ما اجي اعمله يا نونا بيطرى مني. هتشوفيه معايا النهارده هنعمل مع بعض الخيار. عيوني ليكي حبيبه قلبي. انا بعمل الزيتون، عايزه اقول لك بعمله جميل جدا. طب هعمله برده النهارده وشوفي بتعمليه زيي ولا لا، او انا بعمله زيك. ايوه طبعا، بس اهم حاجه تفطري الملح عشان خاطر ما يبقاش. لا ظابطين ظابطين الملح، ما تقلقيش. وهقول لك تكايه كمان تحطيها على الزيتون قبل ما تخلليه علشان يطلع معاكي ملحه مظبوط. حبيبه قلبي انت حبيبه كلنا. تسلمي لي حبيبتي، ما تتحرمش منك يا رب، نورتيني باتصالك. بصوا كده لحد ما يخلص البطرمان بتاعنا، بس هنسيب شويه من فوق. ليه؟ لان احنا لسه عندنا الغطا او الكفر اللي بيغلف البطرمان، اللي هو ايه، غطا البطرمان، لا اللي هو قشر الليمون اللي احنا هنعمله منه بالشكل ده كده اهو. هنعمل منه كغطا للبطرمان علشان ما يدخلوش اي حاجه. ادي رق ليمون تاني اهو كده، نديله براحه عشان يتخلل براحته ما يبقاش مكتوم. نيجي نطلعه نلاقي نص الليمونه مستوي والنص التاني لسه فيه تكه. لا انا عايزه اهو رصه واحده اهي، ما يبقاش محطوط على بعضه بالشكل ده كده. طلع ما شاء الله بالظبط زي ما احنا عايزين. هروح حاطه كده، بصوا فاضل ايه، فاضل الليمون بتاعنا اهو كده. طبقه كبيره علشان تمنع اي هواء يدخل البطرمان بالشكل ده. دلوقتي انا هسيبه كده هيتخلل؟ لا مش هتخلل، لسه عندي المعيار بتاع الميه اللي هحطه، بس هحط عليه ايه تاني هقول لكم دلوقتي هنحط عليه ايه. عندي كده ادي البوله، واروح واخده من الميه السخنه بتاعتنا اللي فيها الملح مظبوط، راح عامله كده ادي يعني حوالي لتر ميه على الاتنين كيلو. عندي كده اهو 4 كوبايات من الميه المتملحه، طبعا هحط عليها كوبايه عصير ليمون. صباح الفل يا ياسمين. صباح الفل يا ياسمين. صباح الهنا والجمال على عيونك، عامله ايه؟ الحمد لله. اخبارك انت حبيبتي؟ انا بخير انا بخير. تسلمي لي حبيبتي، ما تحرمش منك. وكوبايه زيت سندباد. عامله ايه؟ قولي لي ايه رايك في حلقه المخللات بتاعتنا النهارده؟ زي العسل يا شيف. ده انا هعمل برطمان مخلل النهارده ليمون زي العسل. قومي النهارده اعملي بقى كده، شدي حيلك واشتغلي بسرعه هيطلع من ايديكي زي الفل ان شاء الله. ان شاء الله يا شيف، ان شاء الله. اموريني ليك اي طلبات؟ لا شكرا، انا حبيت اصبح عليكي بس. صباحك كله هنا وسعاده، ما تحرمش منك يا رب. تسلمي لي. الله يخليكي، تسلمي. سلم عمرك يا رب من كل شر، نورتيني باتصالك. بصوا كده حطيت ايه؟ حطيت 4 كوبايات ميه اللي هي سخنه وحطينا الملح بتاعها مظبوط، وحطيت عليهم كوبايه عصير ليمون وكوبايه زيت سندباد. انا عايزه الليمون بتاعي يطلع مشطشط ولونه جميل، اروح واخده معلقتين كده. انا طبعا فيه هو فلفل اخضر، بس انا عايزه يبقى لونه كمان جميل. رحت واخده معلقتين فلفل احمر مفروم ورحت حطاهم معاه، مع شويه تتبيله من اللي احنا حشينا بيها الليمون نفسه اللي هو كان عباره عن ايه؟ العصفر وحبه البركه والملح والشط. بصوا كده هعمل كده، بسم الله. بصوا كده اوسع نفسي علشان اضمن ان المية كلها نزلت فيه بالشكل ده. تتحط كمية المية كلها اللي احنا عاملينها، وحسب برضو طبعا كمية البطرمان او حجم البطرمان اللي احنا عاملينه. الكوباية المعيارية اهي، نفضيها فيه وهنقفله لمدة 45 يوم. مش هنفتح عليه قبلها، لا ممكن نفتح عليه قبلها، نفتح عليه قبلها ونروح شايلين من الجنب كده ونبدأ ان احنا ندوق الميه بتاعته مظبوطه ولا مش مظبوطه، محتاجه ملح ولا مش محتاجه، الليمون نفسه سحب الملح اللي في الميه اللي احنا حطيناها ومحتاج تاني ولا لا. كل ده بدواقه صغيره كده من جنب البطرمان. بصوا كده خلوا بالكم من حاجه، لا بالظبط خلوا بالكم من حاجه، احنا مش هندوقها، احنا حازم بيقول لي الليمونه اللي ندوقها مش هنرجعها تاني. احنا مش هندوقها، احنا بطرف ايدينا كده هنضغط عليها لانها بتتقطع بسهوله، يبقى تمام. هدوق الميه بس بتاعتها واشوف الملح بتاعها نظامه ايه. بصوا كده عشان اتاكد ان الميه نزلت فيه خالص. بصوا انا حاطه الميه فين، فاضل
ربع او مش ربع، فاضل حته صغيره. ليه انا مش مكمله البطرمان ميه لاخره؟ هعمل كده الاول، عندي زيت سندباد واروح على الوش عامله كده. انا واحده من الناس بتحب الزيت بتاع المخلل الكتير عشان يحفظه. بصوا الحته الصغيره دي مليتها زيت مش ميه، وقفلت من فوق بقشر الليمون، وبعد كده هروح حاطه كيس ثلاجه او كيس بلاستيك عندي، واروح عامله كده. حتى لو البطرمان هيبقى مقفول كويس، لازم الحته دي او استريتش. ليه؟ عشان برضو امنع ان هو يدخل لي هوا. ليه؟ اعمل كده واروح عامله كده بالشكل ده. بصوا شكله ما شاء الله عامل ازاي، واروح عامله كده ماسكاه بالراحه. بسم الله الرحمن الرحيم، واروح عامله كده امشي الميه فيه كلها كده. واهم حاجه يا اما احطه على طبق واحطه في المطبخ، اهم حاجه يكون في تحتيه حاجه غويطه. ليه؟ الميه دي هتزيد معايا، ممكن ان هو يسرب. مش عايزه احطه على المطبخ الرخامه، او هحطه في الارضيه والاقي بعد كده ميه مسيله. عشان كده يا اما يتحط في كيس بلاستيك او شنطه بلاستيك ويتشال على جنب، يا اما لازم يبقى تحتيه طبق كده. بقى عندي انشفه بقى كده وانضفه كده، بقى عندي احلى ليمون بالعصفر. ممكن تدوقوه كده اهو. حاضر بالشكل ده. اهم حاجه القفله اللي من فوق ديت، وهيطلع معانا زي الفل. هعمل ايه دلوقتي؟ هطلع فاصل. هعمل ايه في الفاصل؟ ماشي، قبل ما نطلع فاصل هناخد معلومه. هعمل ايه في الفاصل؟ هحضر مخلل الزيتون وهنشوف هنعمله باسهل طريقه. عايزه كمان ابص على البصل كده، حلو جدا معايا البصل كده تمام. هصفيه على ما ترجعوا لي من الفاصل ونشوف المعلومه مع بعض. اوعوا تروحوا في اي حته، مستنيكم. عملت ايه في الفاصل؟ ما عملتش اي حاجه غير ان انا صفيت البصل بتاعنا. بصوا كده البصل السريع بتاعنا ده 3 ايام وتاكلوا منه، 3 ايام ويتاكل منه لان هو اصلا مستوي. بصوا تمام. لو مش هتاكلوه بعد 3 ايام وعايزينه يقعد بال 15 يوم او 25 يوم، هنعمله ني زي ما هو. هعمل ايه؟ صفيته. رميت الميه؟ لا طبعا ما رميتش الميه، الميه بتاعتنا دي هي اللي هيتخلل فيها. صفيتها، وعندي اللورا والقرفه والقرنفل برضو نفس النظام. هعمل ايه في الميه؟ هروح عامله كده معلقتين فلفل حامي. طبعا هي متظبطه الملح بتاعها وكل حاجه. هعمل ايه؟ ادي خل. بسم الله الرحمن الرحيم، شويه خل بمقدار مثلا نص كوبايه كده. ما حطيتهوش ليه؟ ساعه السلق بتاع البصل علشان ما يهرهوش، انا عايزاه ان هو يتخلل فيه بالشكل ده كده. هاجي دلوقتي عند بطرمان مخلل الجزر، شويه جزر صغيرين كده في الارضيه مبشورين، واروح حاطه. بصوا كده انا عامله ايه؟ جزر مكعبات زي ما بنجيبه من بره بالظبط، بنلاقي معاه جزر مكعبات. اروح عامله كده واروح عامله كده بالشكل ده كده، بالقرفة باللورة بالقرنفل بكله، هيديني ليه تطعيمة حلوة قوي بالشكل ده. لسه كمان هنحط عليه المية بتاعته اللي مسلوق أصلا فيها، وفيها خلاصة مخلل البصل اللي احنا عايزينه بالشكل ده كده.
بصوا كده رحت حاطة على الوش اللورة وادي القرفة. صباح الفل يا أيمن. يا حضرتك ازيك؟ ازيك عامل ايه يا حبيبي؟ تمام الحمد لله يا رب دايما. كنت عايزة أعرف طريقة المكرونة بالبشاميل. عيوني حاضر بكرة الخميس. أنا عندي عزومة وعايزة أعملها. طب هتعملها إمتى؟ أنا عندي بكرة مكرونة بالبشاميل. طب خلاص ماشي. ماشي تشوفها معايا بكرة. هعملها الأسبوع الجاي. خلاص تعملها بصحتين وهنا على قلبك يا رب وتسلم إيدك. بكرة إن شاء الله خدها مني. هعملها قدامك على الهوا عيوني. بصوا كده عملت ايه هنا، حطيت الخل مع الميه واروح حاطه شويه زيت وفي نفس الوقت برضو هقفل من فوق بزيت بالشكل ده كده اهو. ناخد بالكوبايه بتاعتنا وابدا ان انا احط كده. صباح الفل يا ام محمود. الو 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 صباح الفل. بخير يا مصر. صباح الهنا يا ام بدور، عامله ايه؟ الحمد لله يا رب دايما. تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر. ربنا تحيا مصر. ربنا يبارك لك يا رب. لو اسمها يكرمك يا مصر. ما تحرمش منك يا حبيبتي تسلمي. والله العظيم انا عملت كل حاجه انت عملتيها طلعت في مثال جمال، تسلم ايديك الصراحه. هي طلعت يعني. جميله والله عشان انت اللي عاملاها بس يا ام دور. لا تستاهل، انت وافه لينا، انت وافه بتعلمينا الصح. ربنا يقدرني دايما واكون في خدمتك يا رب. يا رب كده رئيسنا يكرمك يا مصر يا رب يا رب. ما تحرمش منك يا ام بدور يا رب تسلمي لي. وبصي انا بصبر عليكي بس يا مصر. صباحك هنا وسعاده يا رب دايما، ما تحرمش منك. دايما معانا كده ان شاء الله عشش يا رب يا مصر. اللهم امين اللهم امين يا حبيبتي تسلمي. امين يا رب. ما تحرمش منك يا حبيبتي. انا بصبح بس عليكي احلى صباحك هنا. صباحك هنا وسعاده ومليان خير وبركه ان شاء الله. وانت معانا وفتك وجودك في قلب القناه كده معانا. ربنا يبارك في عمرك في كل حاجه. ربنا يبارك في عمرك حبيبتي تسلمي لي. صباحك كله هنا. نورتيني يا ام بدور. كده مخلل البصل خلص، خد وقت ولا خد وقت ولا اي حاجه. يا دوب اتسلق اللي هو ده المخلل البصل السريع. اهو. بالشكل ده كده في منتهى الجمال. لا ماشي تمام حلو جدا. هنعمل ايه دلوقتي؟ هنعمل الزيتون. بصوا كده ماشي يا كنزه. اوكي صباح الفل يا ام محمود. صباح الفل يا ميرفت. الو معانا ولا راح؟ طب حاولي تكلميني مره تانية. بصوا كده. طب استاذنكم دخلوا لي بولات ممكن. والله ما خدت بالي. بصوا كده هنعمل ايه؟ هنعمل الزيتون باسهل الطرق وهعمله التكسيره بتاعته بطريقتين. طريقه من اللي كانت امي ربنا يديها الصحه يا رب بتعملها هي وجدتي، والطريقه الثانيه الاسهل بالنسبه للبنات اللي طالعين الايام دي اللي هم لسه داخلين على جواز. بصوا هعمل ايه؟ هنيجي اول حاجه لتكسير الليمون او تقطيعه، اسفه الزيتون. طبعا عشان نجيب الليمون ونخلله نجيب التفاح. التفاحي ما بياخدش معانا مدة كبيرة، العزيزي بياخد مدة كبيرة، العزيزي ممكن يقعد بالشهور، يعني ممكن تعمليه في أول السنة تفتحيه على رمضان كل سنة وأنتم طيبين، لكن التفاحي ما بياخدش وقت في التسوية. عندي طريقتين لعمال الزيتون، يا إما بجيب الزيتونية بالشكل ده وأروح عاملة كده. علامة زائد من فوق بالشكل ده. ليه بعمل الفتحة دي أو إيه لازمتها؟ او ايه لازمتها؟ علشان لما اسيب الزيتون من قبلها بليله لتاني يوم انا عايزاه ينزل المراره اللي فيه كلها، لان طبعا الزيتون ولا بيتسلق ولا اي حاجه، المراره بتاعته هتنزل من الفتحه دي. دي طريقه. الطريقه الثانيه عندي المدق اهو، دي بقى اللي كانت ستي الله يرحمها بتعمله. بصوا كده بتجيب الزيتونه سليمه زي ما هي كده وتروح عامله كده. ما كانتش طبعا عندها المدق دوت، كان بالشاكوش، تروح عامله غسله الشاكوش كويس، تروح ماسكه عامله كده كسره واحده كده. بصوا برضو عشان ينزل المراره وعشان يساعد ان هو يستوي بسهوله. يا اما بنقطعه اربعه زي ما احنا عاملينه كده اهوت، او اللي هي العلامه الزائد من فوق الوش دي، يا اما بنروح ماسكين الزيتونه ودقينها هي دقه واحده، بتلاقوها اتكسرت من النص او من فوق زي ما بتتكسر. دي طريقه ودي طريقه، اللي اسهل لكم اعملوها. صباح الفل يا ميرفت. صباح الفل يا شيف نونا. صباح الهنا يا مدام ميرفت، عامله ايه؟ حبيبه قلبي صباح الهنا. صباح الجمال. يوم اكيد هيبقى كله خير. يا رب. يا رب اللهم امين يا رب. ربنا يبارك لك. عامله ايه يا حبيبتي؟ الحمد لله بخير. بشكرك جدا جدا على انك عملتي الزيتون والمخللات. ما تحرمش مني. انا طلبتهم فعلا منك. يا حبيبتي على عيني من فوق، طلباتكم دايما اوامر. والله مش عارفه اشكرك ازاي، انا فعلا مش عارفه اشكرك ازاي على انك انت نفذتي كذا طلب ليا من اول امبارح لغايه النهارده. يا حبيبتي عيوني ليكي، انتوا بس تامروا وانا انفذ.
حبيبه قلبي، كلنا بنقول لك ربنا يبارك لك ويستر ما بين ايديكي دايما. ربنا يبارك في عمرك يا رب، ما تحرمش منك ابدا. ربنا يخليكي ورب. وعن طريق بس بقول لك يا ريما كل سنه وانت طيبه وهي بالف صحه وخير، وعيد ميلاد سعيد يا رب. وربنا يخليها ويخلي لها يوسف يا رب. يا رب يا حبيبتي يا رب، كل سنه وهي بالف خير. خليكي لينا عشان انت مجمعانا في الخير يا نونا. ما تحرمش منكم، على دماغي من فوق نتجمع في الخير دايما. ربنا يخليكي. على فكره انا عايزه اقول للناس كلها ان ده اسلوبك فعلا وده كلامك. ربنا يبارك في عمرك. انت كده فعلا على الطبيعه وفي التليفون وفي اي حاجه، ما تحرمش في منك. المواقف الصعبه ده بس من ذوقك والله العظيم يا مدام مرزا. صباحك هنا وخير وربنا صباحك عسل يا رب. ربنا يبارك في عمرك، ما تحرمش منك. نورتيني يا حبيبتي، مع الف سلامه. يجعل يومك كله خير وبركه ان شاء الله. بصوا بقى، طب ثانيه واحده، هتنزل دلوقتي معانا مقادير الزيتون وانا شغاله كده. عايزه بس اقول لكم على حاجه، انا عملت ايه؟ انا مسكت الزيتون واديته علامه الزائد من فوق الوش دي، او اديته التكسيره اللي هي بالشاكوش بتاعتنا، وحطيته في مصفى وعليه حوالي كوبايه ملح، وسبته في المصفى من بالليل. ده بيساعد على ايه؟ ان هو ينزل المراره، ان هو ما ياخدش وقت في التسويه. الملح ما بيهريش، الخل هو اللي بيهري. الملح بيمسك، الملح بيحافظ على قوام الزيتونيه نفسها. وبعد كده جيته اهو، جبته ما غسلتوش من الملح بتاعه. بصوا عملت عليه ايه، حطيت عليه الفلفل الاحمر المفروم، واروح حاطه عليه شويه جزر بالشكل ده، وهخلط كله مع بعضه. وابدا بعد كده، طبعا عندي الميه المغليه واللي سايباها تبرد متملحه ومظبوطه كويس قوي. هقلبه كمان بشويه ايه، فين هي اهي، شويه زيت سندباد، ده غير الزيت اللي هيتحط اصلا على الوش. انا كده كل ده بدي تطعيمه حلوه للزيتون. مقاديرنا نزلت على الشاشه، مقاديري بتقول ان انا معايا ايه، 2 كيلو زيتون تفاحي. قلت لكم التفاحي ما بياخدش وقت في التسويه، العزيزي هو اللي ممكن يقعد معانا بالشهور وما يتهريش. معايا فلفل اخضر حامي، معايا كيلو ليمون معصور ومع احتفاظي بالقشر بتاعه عشان اقفل بيه البطرمان. معايا ايه تاني، كيلو جزر مبشور وفلفل احمر حار. ده المقادير بتاعتنا، سهله وبسيطه جدا وما فيهاش اي مشكله. عندي البطرمان متعقم وزي الفل، وعندي الفلفل الاخضر اهو. بصوا انا قلبت ده كله مع بعضه شكله عامل ازاي، ما شاء الله يفتح النفس. بصوا كده، ادي الفلفل بتاعنا، صغير البلدي ماشي، كبير شويه بنقطعه، نفس ما عملنا في الليمون بالظبط. صباح الهنا والجمال، ده النهارده يوم الحبايب كلهم. صباح الفل يا ماما بشرى. والله يا نونا والله. ماشي يا نونا. ايه يا حبيبي بس، عامله ايه؟ مش هسيح انا، مش هسيح انا على الناس. لا انا عارفه 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 اني مقصره معاكي. انت برضه حبيبه قلبي، ما تحرمش منك كده. وبيوصفوكي بيه شويه عليكي يا نونا عشان انت بنتي حبيبتي. ما تحرمش منك يا رب. لو اتكلمت هتبقى شهادتي مجروحه. ما تحرمش منك. يعني انت كل حاجه حلوه في الدنيا. ربنا يبارك في عمرك، ربنا يبارك في عمرك. النهارده بالنسبه لي ده كده هسميه، مش هسميه يوم المخلل. بتصل النهارده عشان اسلم عليك وعلى كل اللي وعلى اني اقول لكوكو حبيبتي. يا رب. اللهم امين، اللهم امين. اللهم امين، اللهم امين. انا ذكرت اسمي النهارده لان هي حبيبتي وكلهم حبيبتي. تسلمي لي، تسلمي لي. هو عموما انا النهارده مش هسمي اليوم بتاعنا يوم مخللات، لا انا هسميه جبر الخواطر، لان انتوا النهارده كلكم كلمتوني وجبرتوا بخاطري. ربنا يا رب يجعلكم من جبرين الخواطر دايما، وربنا يديمكم في حياتي، مش هقدر اقول غير كده. بصوا كده وانا بكلم حبيبتنا ماما بشرى عملت ايه. زي ما انتوا شايفين، انا قلبت الزيتون مع الجزر المبشور مع الفلفل الحامي بالشكل ده، وحطيت عليه زيت سندباد، وبعد كده ببدا ان انا اقفل البطرمان بتاعنا. بصوا كده، رقات فلفل وجزر مبشور وزيتون، حصل خير كده اهو. بصوا كده لاخر قطره من الخلطه بتاعتنا. عندي الميه طبعا بتاعتنا مبردينها وظابطين الملح بتاعها، مش هحط له خل، الخل بيهري الحاجه. الخل محطوط مثلا للبصل علشان البصل يستحمل، لكن الزيتون بتاعنا اصلا تفاحي فمش هيحتاج ان هو يتحط له خل. بصوا كده انا عامله ايه، ادي البطرمان اهو بتاعنا. نيجي بقى للكفر او للغطا اللي احنا بنعمله بالشكل ده، كمية كبيرة من قشر الليمون اللي احنا كنا عاصرينه. ثانية واحدة. واجي
هنا الميه المغليه اللي احنا عاملينها ومبردينها، هاخد منها شويه كده. طبعا الملح بتاعها مظبوط ومتملحه وكل حاجه، واروح حاطه مقدار نص كوبايه كده او كوبايه عصير ليمون، وادي زيت سندباد اللي هيغلف لنا الزيتون. ناقص ايه؟ مش ناقص اي حاجه، بس انا معروف عني ان انا بحب الحاجه سبايسي زياده، اروح واخده فلفل حامي كده واروح عامله كده، وابدا ان انا املى الميه بتاعتنا بالشكل ده. بسم الله، افرغ كده واملى، وابدا اهز البطرمان عشان يبقى الفراغات كلها مليانه بالشكل ده كده. الميه بتاعتنا بارده، غليت على النار، ظبطنا الملح بتاعها باختبار البيضه اللي عملناه، وبعد كده نسيبها تبرد نبدا ان احنا نتعامل بيها. يبقى احنا كده النهارده عملنا الليمون اللي معصفر، وعملنا البصل وحاطين له جزر مكعبات، وادي الزيتون، مش هزود ميه عن كده علشان لسه هتعلى. كل الزيتون ما يستوي كل ما هينزل ميه كل ما هتعلى معايا على الوش. اهم حاجه حبه الزيت بتوع سندباد اللي على الوش بالشكل ده كده، ونقفل. بالشكل ده معانا طالع زي الفل، اسهل من كده مفيش. نقطعه من فوق يا اما نكسره، مفيش. نقطعه من فوق يا اما نديله تكسيره بالشكل اللي عملناه ده، نحط عليه كوبايه ملح، نحطه في مصفى ينزل كل المراره اللي فيه، وبعد كده نبدا ان احنا نشتغل عادي جدا بالشكل ده كده. اهو بطرمان الزيتون معايا زي الفل. هطلع فاصل وارجع من الفاصل، القرنبيط اللي عندنا كده خلاص تمام قوي، اتنقع شويه في ميه سخنه. بسم الله الرحمن الرحيم، وهنرجع نعمله. ولسه عندي ايه كمان؟ عندي مخلل الجزر، ما بياخدش وقت هو والخيار خالص. فاصل صغير نرجع نكمل بقيه مخللاتنا، اوعوا تروحوا في اي حته، مستنيكم. شايفين كده احنا رجعنا من الفاصل، بعمل ايه؟ قلت عشان اكسب وقت رصيت بطرمان الخيار. بصوا تشوفوا انا برصه ازاي، برصه مايل. الخيار ما بيبقى سليم، يا دوب يتغسل ويتصفى ويتشل العنقود بتاعه، مش بالسكينه، يتشل العنقود بتاعه كده بايدينا اللي هي القش اللي بيبقى فوق الوش ده، لكن ولا يتشل بالسكينه ولا يتفتح ولا اي حاجه. ليه؟ انا عايزه الخياره تطلع لي مظبوطه زي ما هي، مش عايزاها تتفتح، مش هحط لها خل، هحط لها حاجه ثانيه وهنشوفها مع بعض دلوقتي. بصوا انا رصيت الاول راق خيار في الارضيه، ورحت حاطه في الارضيه جزر، باين معاك كده، حطيت في الارضيه جزر ورحت رصاه وهو مايل عشان يبقى واقف بالشكل ده كده، ورفيت البطرمان ورصيت، ورحت حاطه راق جزر تاني، ورحت حاطه باقي كميه الخيار. اعتمادي في تسويه الخيار على الميه اللي هتتحط بس، ولا بيتسلق ولا بيتقطع ولا اي حاجه تاني. عايزاه يطلع مقرمش، مش عايزاه يطلع مهري، مش عايزاه يطلع مهري مش هحط له خل، عايزاه يطلع مقرمش هحط له سكر. طب هيطلع كده مسكر؟ لا مش هيطلع مسكر، هيبقى نسبه التعادل بين السكر وبين الملح مظبوطه، السكر عشان يحافظ على القرمشه وعلى قوام الخيار معايا، ما يبقاش ان هو طري ومهري. بصوا كده ادي بطرمان الخيار اهو، وهيك دلوقتي الميه بتاعته، ميه من اللي احنا ظابطين الملح بتاعها بالشكل ده كده. هعمل ايه؟ عصير ليمون، هي مملحه، وهحط معاها كام فص ثوم، وادي معلقتين كبار من السكر علشان يحافظ لي على القرمشه بتاعه الخيار. على الاتنين كيلو ممكن احط تلاته،
بالشكل ده كده المقادير بتاعتنا نزلت على الهوا. بنقول ان احنا معانا 2 كيلو خيار تخليل من الصغير، لكل كوبايه ميه محطوطه معلقه كبيره ملح، بس طبعا احنا كده كده ظابطين الملح بتاعنا والميه بتاعتنا راكنينها على جنب فمظبوطه. حطيت معلقه كبيره سكر، انا دلوقتي عشان الميه بتاعتنا اكتر حطيت 3 معالق، وخل. ممكن تلغيلي الخل يا كنزه، الغيلي الخل. اروح عامله كده، حطيت كام فص ثوم، الغي الخل وحطي مكانه كام فص ثوم. ليه عملت كده؟ علشان انا مش عايزه نعمل ايه، نعمل بالكوبايه المعياريه اضمن لنا، او نعمل كده. مش عايزه الخيار بتاعنا يتهري، انا عايزه ان هو ياخد وقته في التسويه لكن ما يتهريش. كده اشيل فصوص الثوم اهي، احطها كده، وبعد كده احط الميه بتاعتها عادي. بسم الله، هزود شويه ميه كمان لكن مش كتير، شويه ميه كمان لكن مش كتير. الخيار الوحيد اللي ما بيتحطلوش زيت، الخيار الوحيد اللي ما بيحطلوش زيت كده. واروح مزوده معلقه السكر عشان طبعا حطينا ميه زياده بالشكل ده اهو. حط حبه قرن فلفل كمان كده، هحط له ليمون من فوق الوش. لا مش هحط له ليمون من فوق الوش، ليه؟ لان هو مش هيقعد يتخلل زي التانيين، يعني مش هياخد الوقت بتاع التسويه بتاع ال بسم الله الرحمن الرحيم بتاع الليمون والزيتون. الخيار دوت حوالي 3-4 ايام وهتلاقوا ان هو بدا لونه يغير، هنبدا ان احنا ناكل منه على طول. مجرد ما يبدا لونه يتغير ولاقي ان الخيار كله بقى لون واحد ابدا افتح عليه. تمام كده، ده بالنسبه للخيار. اجي دلوقتي لايه؟ اجي دلوقتي للقرنبيط. بصوا كده بقى معايا القرنبيط حاجه مختلفه شويه. ليه؟ القرنبيط انا هستخدم له ميه عاديه، مش هستخدم له ميه مغليه. بصوا كده ادي القرنبيط اهو، وادي البطرمانات بتاعه القرنبيط. نجيب ده. انا عايزه النهارده هعمل قرنبيط اصفر وقرنبيط احمر. يعني ايه قرنبيط اصفر وقرنبيط احمر؟ يعني زي ما بنجيبه من بره بنحس ان هو شكله غريب ملون. هعمل ايه دلوقتي؟ هروح عامله كده في الارضيه. القرنبيط انا حطيته في ميه مغليه لمده نص ساعه او ازيد من نص ساعه. ليه عملت كده؟ عشان اطلع منه اي غازات، اطلع منه اي روائح كريهه، اطلع منه اي شوائب او رواسب موجوده بين الاثنين. واروح عامله كده. ما سلقتوش ليه؟ علشان انا عايزه يستوي في ميه التخليل، مش عايزاه ان هو يستوي من بره. واروح عامله كده شويه جزر مبشورين، وهنا بصوا الحبايه بتاعته صغيره ازاي، او الزهره بتاعته صغيره. يفضل ان انا اقطعه بايديا، يعني اقطع الزهرات بتاعه القرنبيط بايدي، ما ادخلوش سكينه، يفضل يعني. وراح حاطه فلفل بالشكل ده. واحد هحط معاه اللي انا عايزاه محمر، هحط معاه شرايح بنجر بالشكل ده كده. علشان يديني اللون الاحمر. طب الاصفر هحط معاه ايه يا نونا؟ هحط معاه معلقه كركم بالشكل ده، وهحط معاه سنه صغيره من لون الزعفران البودر بتاعنا علشان يطلع لي اللون الاصفر اللي احنا بنجيبه من بره بنبقى مستغربين ده بيبقى عباره عن ايه. الاحمر حطينا له بنجر ما خدنا لهوش لون، والاصفر اعتمدت على الكركم، وفي نفس الوقت حطيت رشه زعفران اللي هو صالح للاكل بالشكل ده كده اهو. ادفع كام؟ بصوا كده بالشكل ده. يبقى احنا كده عملنا ليمون وزيتون، ليمون مع اصفر، وعملنا زيتون، وعملنا خيار مخلل، وعملنا البصل،
وادي القرنبيط. فاضل لي ايه؟ فاضل لي الجزر. الجزر اسهل منه مفيش. اعمل كده اسهل منه مفيش. بتجمعي الحاجه بتاعته كلها في بوله وبتتلف مع بعضها زي ما عملنا في الزيتون، وبعد كده بيترص في البطرمان. بحط له كمان شويه بابريكا، عايزه احط له شويه بنجر علشان يديني لون حلو، بحط له فلفل احمر زي ما انتم عايزين. الحمد لله على السلامة. بصوا كده، ابدا بقى الميه بتاعه القرنبيط. قلنا ميه القرنبيط انا بحط ميه عاديه من الحنفيه خالص، لان هو اصلا كان محطوط في ميه مغليه، فمش محتاج ان انا احط له حاجه تانيه. بصوا كده الملح اهو، هجيب بوله تانيه علشان دي كانت مكان بودرة الزعفران. هطلع فاصل ازاي وانا لسه ما خلصتش القرنبيط؟ طيب هطلع فاصل عشان الجمل ما يزعلش مننا. هطلع فاصل، هعمل ايه في الفاصل؟ هظبط الميه بتاعت الملح باختبار البيضاي عشان اسقي القرنبيط، ونرجع نعمل في دقيقتين اسرع مخلي الجزر ممكن تشوفوه في حياتكم. اوعوا تروحوا في اي حته مستنياكم. الفاصل عملت ايه في الفاصل؟ فضيت كل معمل الترش اللي حواليا علشان نبدا بقى نشتغل في هدوء. عملت ايه؟ قلت لكم هخلي الجزر اسهل منه مفيش. بحط المكونات كلها على بعضها وبروح حطها في البطرمان، بس بزود حاجه بسيطه قوي. بزود انا، بصوا حاطه في الجزر ايه؟ قطعتين بنجر عشان يديني لون، عشان يديني لون حلو وفي نفس الوقت يديني تطعيمه كويسه. وحاطه كمان ايه في الميه؟ ان شاء الله. بصوا كده بعمل ايه؟ قلبت الجزر مع عصير الليمون مع شويه خل ومع شويه سكر. ليه؟ الجزر والخيار هما اللي بيتحط لهم سكر، ليه كده؟ علشان احافظ على قوام بتاعهم اللي هو يبقى مقرمش، ما تبقاش الجزرايه ولا الخيارايه معايا طريه ومهريه. حطيت سكر، حطيت خل، حطيت فلفل احمر مفروم، وحطيت طبعا في الميه بتاعتنا اللي هي المملحه، حطيت عليها معلقه بابريكا. ليه حطيت معلقه بابريكا؟ بتدي لون حلو مع البنجر للجزر. بصوا كده انا قلبته كله. عايزين نحط معاه فلفل اخضر حامي اللي هو البلدي بتاعنا ده، ماشي. مش عايزين هنستكفى بالفلفل الاحمر اللي احنا حاطينه بالشكل ده كده. مش ها اها بصوا كده ادي الميه بتاعتنا اهي. هعمل ايه دلوقتي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا هتلاحظوا ان الميه مغطيه الجزر. بصوا عامله ازاي؟ مش زي التاني. ليه؟ انا في الخيار هتلاحظوا برضو ان بصوا لما قعد شويه الميه غطيته، علشان انا عارفه ان الخيار هيطفو بالشكل ده. حته السكر او حبه السكر اللي احنا حاطينهم هيخلوا الخيار والجزر معانا مقرمش، مش هيخلوه يطرى ويتهري. خلوا بالكم التكات اللي بعملها دي، الله يبارك لكم، علشان يطلع معاكم الحاجه مظبوطه ما ترجعوش تدعوا عليا. ببقى في انتظار الدعوه منكم، مش ان انتوا تدعوا عليا. وان شاء الله باذن الله هتدعوا لي دايما باذن الله لما تجربوا الحاجه بتاعتنا واللي احنا عاملينها النهارده وتطلع معاكم مظبوطه. كان معايا النهارده حلقه ايه؟ حلقه مخللات. عملنا الليمون بالعصفر، ما شاء الله شكلهم اصلا يفرح. عملنا الليمون اللي بالعصفر، وعملت كمان الزيتون التفاحي، عملنا الخيار من غير ما نشقه ومن غير اي حاجه خالص، عاملاه سليم زي ما هو. حاطين له تكه السكر علشان يطلع معانا مقرمش ما يبقاش مهري. عايزين بقى الخيار السريع، هعمله لكم في يوم كده يعتبر كوصفه يعني من ضمن منيو يكون عاملين فيه اكل حوادق، واروح عاملاه علشان يتاكل على مقام الحلقه بالظبط، اللي هو الخيار السريع اللي بيتاكل في ساعتها. ادي مخلل الجزر، نجيب له احطه لك فين؟ ماشي.
كده اهو. بالشكل ده كده. وادي مخلي البصل، عامله مخلي البصل بطرمان صغير يا دوب على قد الكيلو البصل اللي احنا عاملينه. القرنبيط ده اللي هو المسفر اللي بنجيبه من بره، هتلاقوا القرنبيطيه لما تستوي هتلاقوها نفسها مسفره دوت. شايفين ان هو لون الميه بتاعته شفاف، لكن هو مش هيبقى شفاف، انا حاطه فيه بنجر، البنجر ده هيخلي لونه محمر شويه زي ما بنجيبه من بره بالظبط. ما حبيتش ان انا اعتمد على لون واحط فيه لون احمر. دي كانت حلقه المخللات بتاعتنا النهارده، اتمنى تكون نالت رضاكم، اتمنى دايما اكون عند حسن ظنكم، واشوفكم في حلقه جديده بكره من طلباتكم اوامر معنونه والسندباد على شبكه قنوات بي ان سي وبرنامج البلدي يوكل، واقول لكم السلام عليكم.